بالقانون والمستشار محمد المسلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. أنا سعيد والشعب المصري كله سعيد النهاردة بيوم عرس ديمقراطي جميل جدا، لأول مرة في تاريخ مصر أن الشعب ينتخب رئيسه بهذه الحرية. وبصراحة كان يوم جميل جدا، الواحد انتخب وهو في قمة السعادة وقمة المسؤولية، عنده إحساس بالمسؤولية أنه هيختار هذا الرئيس هيكون مسؤول وهيشارك فيه، فكان في أمانة وفي مسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يا رب يرزق مصر برئيس يصلح ليها وتصلح به بإذن الله. تحية لقضاة مصر المحترمين الموقرين، تحية لجيش مصر العظيم الوطني، تحية لرجال الشرطة المخلصين والموظفين والمعاونين والناخبين، لهم منا كل التحية. الحقيقة أنا فكرت كتير نعمل حلقة تتناسب مع الأحداث، وقلت لا، إحنا لازم نخرج عن الأحداث ونكمل في القوانين التي أثرت في هذا المجتمع والقوانين التي استمرت ألمها وإيلمها للمواطنين فترة طويلة، ومنها قانون الإيجارات. هذا القانون اللي أثر على المالك وأثر على المستأجر، أثر على المؤجر وأثر على المستأجر. المالك يبقى عنده عقار في أماكن فخمة وأماكن راقية جدا وبيدخله دخل قليل جدا، أصبح كأنه حارس لهذا العقار وليس مالكا له. المستأجر في كثير من الأحيان بيكون يعني بينعم بمكان إيجاري المفترض أن يؤدي له قيمة إيجارية مناسبة، لكن هو في الحقيقة بيكون أقل. على النقيض من كده بتختلف طبقا لقانون الإيجارات الجديد، الإيجارات ممكن تكون ساعات بتكون أغلى بكتير جدا من القيمة الإيجارية اللي بتستحقها هذه العقارات. هنناقش الموضوع بتفصيله النهاردة معايا أستاذي وزميلي المستشار سعد الدين عبد ربه المحامي بالنقض والإدارة العليا. منورنا سعادة المستشار. أهلا بيك محمد بيه، ربنا يخليك. أتمنى أن حضرتك تدينا نبذة كده عن قانون الإيجار القديم ثم قانون الإيجار الجديد والفروق بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بداية أشكر هذا المنبر على هذه الإطلالة اللي تسمح لي بأن أنا أطل على المشاهدين ببعض الفائدة، نتمنى أن أكون فائدة. أتواصل معك في الحديث عبر هذا اليوم وسابقه في ذلك العرس الديمقراطي، ألمسه بحنية أقول إن إحنا كلنا فرحانين. النتيجة إيه الاختيار لا تهم ولا تفيد، المهم أن تستقر الأمور. نرجع يعني موضوع حلقتنا النهاردة وهو قانون إيجار الأماكن. هذا القانون الذي كثيرا ما ظلم وكثيرا ما اتظلم. قانون إيجار الأماكن 49-77 تم تعديله ب 136-81. احنا مش هندي قوانين للمشاهدين لان القوانين هتبقى لغتها صعبه شويه، لكن المشاهدين بيحتكوا بهذا القانون احتكاك اكتر من احنا تحديدا كرجال قانون، لان هو طرفي هذه العلاقه مالك ومستاجر. ايه المشكله عندنا؟ المشكله عندنا لها جذور بعيده تمتد الى ما بعد ثوره 52. لكن عاوز اقول في البدايه ان مشكله السكن دي مش مشكله مصريه، بالعكس هي مشكلة عالمية، لأن مفيش دولة في العالم بتقدر توفر السكن للمواطنين، ولذلك لابد أن ننظر على هذه المشكلة أنها ليست مشكلة مصرية وأن هناك تقصير في القوانين المصرية وأنها مشكلة إقليمية، لا دي مشكلة عالمية. لكن حقيقة أنا أرى أن مشكلة السكن في مصر هي مشكلة وهمية. قد يتعجب البعض من كلامي، لكن الإحصائيات اللي هنقولها هتؤكد هذا الكلام. ليه مشكلة وهمية؟ لان احنا بالفعل في احصائيه هتقول ان احنا عندنا سكن وعندنا شقق مغلقه في مصر قد تتوافر وقد توفر هذا السكن لمده زمنيه قد تصل الى 12 سنه. تمام، هذه الاحصائيه اللي احنا هنقولها بالارقام، هذه الاحصائيه بتقول ان احنا عندنا شقق مغلقه لا يستخدمها الملك وكما لا يستخدمها المستأجر. المشكلة دي موجودة كلنا عارفينها، نتيجة ان الملك ممكن يكون يغلق هذه الوحدات السكنية لعدم الحاجة ليها او لتسقعها كما نعلم باللغة الدارجة، والمستأجر نفس الكلام، ممكن يكون من الله عليه بملك خاص او بسكن تاني ونظرا لقلة القيمة الإيجارية فيبتدي يحتفظ بهذا السكن هذه الغرفة مغلقة.
تعال نقول الإحصائية. عدد الأسر في عام 86 الفارغة بس 1.8 مليون الشقة الفارغة الفارغة بس والآن 3 مليون شقة فارغة، في حين أن الحاجة هي 250,000 شقة فقط. طب ما تيجي نوزنها بعقود الزواج، يعني إيه الحاجة 250,000 شقة؟ إحنا محتاجين 250,000 شقة بس، الشعب المصري كله؟ الحالة الإسكانية محتاجة 250,000 شقة على إحنا الجمهورية؟ من هقول لك، ما إحنا عندنا 1.8 مليون شقة مغلقة. ليه؟ عدد عقود الزواج اللي موجودة 525,000 عقد زواج سنوي سنوي، وبالتالي احنا لدينا حاجة ولدينا استقرار لمدة 6 سنوات قدام كمان. اذا المشكلة لازم نعالجها، احنا نعالجها الاول وبعدين ندور على الناحية القانونية ونخترق القانون، هل يحتاج الى تعديل ولا احنا اللي عاوزين نتعدل. حقيقة انا ارى ان احنا اللي عاوزين نتعدل، لان موضوع الشقق المغلقة دي موضوع موجود كثيرا ما تجد شقة مغلقة سواء كان المالك او المستأجر. طب يبقى الحل جاي منين؟ ان احنا نرغم هؤلاء الى استغلال هذه الشقق فتتحل مشكلة اساسية موجودة بالفعل. طب نرغمهم ازاي؟ تيجي نقترح؟ تفضل. نقترح ان يبقى في حاجة اسمها صندوق اسكان. صندوق الاسكان ده، وده مقترح انا قريته كتير وينسب لاهله كما انا ادعمه بعض الافكار. صندوق الاسكان ده عبارة عن فكرة. هذا الصندوق يبقى له ميزانية وروافض. مهمته ايه؟ يدي اقراض لبناء الاسكان، يدي اقراض لبناء الاسكان الجديد في المناطق الجديدة. طب روافضه ايه؟ موارده ايه؟ موارده ان انا بفرض ضريبة على الشقق الغير مستخدمة، ده اول روافضه، تفرض ضريبة على الشقق غير المستخدمة على المالك. يعني حضرتك شايف تقترح تعديل تشريع لازم. الحاجة التانية ان انا ممكن اخد ضريبة على استهلاك الكهرباء والمية المعدلات. يعني كل شقة مثلا قلنا 100 متر يبقى لها 10 جنيه، 10 جنيه تبقى روافض هذا الصندوق. طب التدخل بقى بالتشريع عشان نعدل التشريع ده، لا ده صعب جدا. لازم يتم عن طريق جراحة ناجحة عاجلة. لانك انت النهارده لو تدخلت في تعديل القانون بشكل مباشر هيبقى عندك طرفين كلاهما لا يرضى، المالك والمستاجر. طب احنا انا 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 يعني احنا دخلنا على الحلول على طول، احنا كنا حابين ناخد الفكره الاول بتاعه القانون القديم ونبذه عن القانون الجديد، يعني مش عايزين ندخل على الحلول على طول الاول. تعال نتكلم على ايه الفكره. يعني بالظبط كده، ايه الفكره بين القانون القديم والقانون الجديد. هذه الفكره نشات لان العقد القديم خاضع لقوانين ايجاريه، يعني سنت وشرعت لتنظيم عقود الإيجار اللي هو قانون 49-77 والمعدل بقانون 136-81. هذا القانون فرغ لتنظيم العلاقة الإيجارية. في ميزة بيتمتع بها هذه العقود اللي هي الميزة الايه؟ الامتداد القانوني لعقد الإيجار التي يراها المستأجر أنها ميزة، وفي نفس المقابل لها المالك يراها عيب. تمام؟ عقد الإيجار بالنسبة لدي القيمة الإيجارية، بالنسبة للقوانين دي كمان القيمة الإيجارية محددة حصل لها تخفيض. احنا هي هنا أول نقطة لازم نتكلم فيها، طبيعة عقد الإيجار في الفقه وفي القانون المستقر عليه أنه عقد لا ينتقل لغيره، عقد شخصي يرتبط بين المالك والمستأجر. تمام. فأعتقد أن الامتداد هنا كان يمثل نوع من أنواع الاصطدام بالقواعد العرفية القانونية. بالظبط. يعني بعضنا انت بتسحب الحديث الى حته مهمه جدا، بعضهم راى ان الامتداد القانوني لعقد الايجار يعد غولا على الملكيه الخاصه. صحيح. بعضهم راى ان ده مخالف للشرع الاسلامي بمفهوم شيخ الازهر. دي حقيقه. فبالتالي اعتبر ان الامتداد القانوني ده نوع من اغتيال الملكيه الخاصه للمالك، لانك انت بتسحب هذا الملك ممن تعاقد معه الى خلفه وخلفه وخلفه، لينطرف اثره الى الغير، الى غير ما اراد المتعاقد الاصلي. تمام. صحيح. ولذلك التعديل اللي حتى اللي حصل في 49، الماده 49 من قانون 49-77، الماده 29 دي كانت بتتكلم عن امتداد القانون الممتد المقيمين معه حتى الدرجه الثالثه. لكن لما انت النهارده بتيجي بتتكلم على التعديل، لا، الامتداد القانوني لابد ان يوقف عند حد معين حتى لا يعتبر ذلك غولا على المالك. الكلام ده مش هيعجب المستاجر، اللي انا بقوله ده مش هيعجب المستاجر.
إذا لابد من تدخل تشريعي يعني يجعل هناك توازن ما بين العلاقتين دول. إيه التوازن ده؟ مقترح مني. لأنه لا يمكن أبدا نكمل، إحنا عايزين نوصل المقترحات بعد كده، بس إحنا عايزين نوضح النقط القانونية واحدة واحدة. خلينا في الامتداد القانوني. اتفضل. يبقى دي من اهم ميزات اللي بيتمتع بها المستاجر ب 49.77. بعدها الايجار. يبقى اول حاجه الامتداد. الامتداد. تمام. بعد كده الايجار، القيمه الايجاريه محدده في القانون ده بقيمه ثابته قليله جدا وثابته. وحصل لها تخفيضات من كل القوانين اللي حصل لها تخفيضات هو القانون ده. فبالتالي القيمه الايجاريه هنا ضعيفه جدا. ولا يحدث عليها اي تداخل، ومراقبه من لجنه الايجارات في الحي والمحافظه قديما. وبالتالي اي تعديل كان فيها بيتم التعامل معه عن طريق الايه، رفع دعوى قضائيه. كمان كان بيتم التلاعب على هذا القانون بالخلو، لو ساعتك تفتكره. صحيح. الخلو ده كان نوع من التلاعب على القانون ده. القيمه الايجاريه مقفوله وانا ما اقدرش كمالك ان انا اعلى عليه. فكنا بنتعامل او الملاك كانوا بيتعاملوا ان ناخد منك خلو الرجل بالمعنى العام. او بيسموه مقدم الايجار غير المكتوب. وغير المستهلك من القيمه الايجاريه. وده كان نوع من التلاعب والبعد عن تطبيق القانون ده، كان بينتج عنه اثار كتيره جدا، بينتج عنه خلل في السكنه في مصر، كما خلل ومخالفه للقانون المعمول به. دخل المشرع في فتره معينه بتجريم هذا الخلو، جرم الخلو. جريمه جنايه امن دوله، جرم الخلو. فكان في تلاعب تاني. الخلو ده ما بقاش ثابت في عقد الايجار. فعملوا حاجه اسمها عقد التمويل او العقد القرض الحسن بعيدا عن القيمه الايجاريه، ولا يثبت هذا الخلو في عقد الايجار. فبرضه بقت اثبات دعوى الخلو الرجل بقت مستحيله نتيجه بعد هذا المبلغ عن اثباته في عقد الايجار. صحيح. وبالتالي ما زال الخلل مستمرا. يبقى المجتمع حاسس ان هناك خلل، وان المتعاملين والمخاطبين بالقانون بيتعاملوا مع القانون بنوع من الافلات، ورغم ذلك لا يتعدل لتوضيح هذه العلاقه. كل ده في 49. كان في نص زمان في 49 77 اللي بيحظر انك انت تبقى مستاجر وحده سكنيه ولك وحده اخرى ملك او ايجار في ذات الحي، قضي بعدم دستوريه نفس المحافظه، في نفس المحافظه، يبقى قضي بعدم دستوريه هذا النص. دي المزايا التي يتعامل ويحسها المخاطبين باحكام القانون ده. 49 77. لما تيجي لهذا القانون وانتهى، عاوز تنقلنا على قانون 4. لا انا خليني واقفين عند المشكله الاولانيه اللي انا اتكلم فيها. لو انا مالك عقار عندي عماره في حي راقي وليها يعني بيستفيد منها مستاجرين، البنايات القديمه كان حجمها كبير والشقق كتيره فبيستفيد بيها عدد كبير جدا من المستاجرين، وكل واحد فيهم بيطلع ايجار ممكن يبقى 4 جنيه 6 جنيه لا يتفق مع حقيقه. هو العبره في الايجار هو ان يتفق مع قيمه المنفعه من الوحده المستاجره. تمام. لما يكون ايجار شقه في الزمالك او في جاردن سيتي او في المهندسين 4 جنيه او 5 جنيه او 6 جنيه، اي منطق يقول كده؟ ده مش منطق خالص. انت كده بتجسد المشكله اللي انا بتكلم فيها. ما هي ان مالك العقار ممكن يكون عنده عقار في الزمالك، هنضرب في الزمالك دي بالذات، اصل هي اغلب المشكله دي موجوده في الزمالك، في العقارات القديمه. والعقار مقاوم من اكتر من 4 ادوار، والعقار كله لا ياتي بدخل ممكن يجيب 150 جرام لحمه. فحرم المالك من انه يتعامل مع تطورات المجتمع وتطورات العمله والاقتصاد بين العقار ده يملكه ولا يغل عليه اي دخل. بل بالعكس ده ممكن يغل عليه مشاكل. صحيح. نتيجه ان هو يلتزم برضه بالصيانه الجوهريه للعقار، وده ينطبق لقانون 49. فيبقى مطالب بالانفاق كمان على العقار رغم ان هو لا يغل عليه ايه؟ اي ربح. ولذلك فاصبح العقار هنا عبء مش ميزه. فبالتالي بتجد هذه العقارات تترك حتى تنهدر. سقوط العقارات وانهيارها ده بقى كتير جدا. ليه؟ ما انا ما بستفدش كمالك من انا من مصلحتي انه يتهد، لو انا كمالك انا مصلحتي انه يقع. ولذلك المشكله دي حاصله ومكرره. ان العقارات القديمه دي بيحصل لها ايه؟ انها تقع لان المالك ما بيصرفش. والمالك طبعا معذور لانه لا يدخل على جيبه دخل. المستاجر قاعد في شقه يعني لا يحلم بها امثالنا، 4 اوض من الفخامه ممكن تبص على النيل كمان، وبمبلغ لا يتعدى 5 جنيه. فده مش منطق خالص ومناقض لحقيقة الواقع اللي احنا عايشينه، ودي تجسيد للمشكلة بتاع السكنة طبقا لقوانين الإيجار التي نحن نناقشها الآن. هي ظالمة أم مظلومة؟ حقيقة برضو احنا هنا برضو بقرر ان أطراف العلاقة برضو بيمثلوا نفس المشكلة، يعني هم أحيانا بيكونوا السبب فيها.
لكن انت بعض المستاجرين هيبص يقول لك انت النهارده في القيمه الايجاريه دي بتبص لها بالقيمه الحاليه ليه؟ ايام ما كانت في القيمه السابقه. استاذن حضرتك انا اسف معانا مكالمه. استاذ احمد من القاهره السلام عليكم. الو السلام عليكم اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لو سمحت انا كنت عايز اشارك معاكم في البرنامج ده طبعا. بس قبل ما اشارك يعني انا برحب بيك وبرحب بضيفك. كنت عاوز اعرف بس هل عقد الايجار اساسا شرعا يورث ولا لا يورث؟ حاضر حاضر هرد على حضرتك. لجيل واحد. نعم لجيل واحد. انا معاك على الخط. طيب احنا شكرا وهرد على حضرتك على الخط. شكرا وهرد على حضرتك ان شاء الله. شكرا. هو السؤال برضو بيروح في نفس السكة اللي احنا بنقول احنا مش هنتكلم عليه من الناحية الشرعية لكن هنتكلم عليه من الناحية القانونية. نحن نراه هكذا غير مستقيم مع قواعد الملكية الخاصة اللي نص عليها الدستور في المادة 33 منه بأنه لا يحرم المالك من ملكه. هو انا استاذن حضرتك هو طبعا عائد الإيجار من العقود الشخصية تنصرف في إرادة المتعاقدين إلى إبرام تعاقد لمدة معينة حال حياة المتعاقدين. فهو المفترض فيه أنه لا يورث. وطبعا ده بقى من الاراء الفقهيه لاساتذتنا ومشايخنا في برامج الفتاوى. فحضرتك تبقى يا ريت توجه سؤالك ليهم. بس انا في الغالب يعني انا رديت يمكن واضح من سؤالي من ردي على حضرتك ان الفحوى الاجابه تؤدي لايه. اتفضل. تمام. فيبقى احنا عندنا طرف المشكله برضو احنا لان المستاجر ممكن يبص لي ويقول لي كمالك انت ليه بتقدر القيمه اللي جاريه دلوقتي؟ قدرها بقيمه تاريخ تاجرها فكانت تمثل قيمه اعلى من القيمه التي كانت تؤجر بها الوحدات في ذات التاريخ. كلامه في الناحيه دي منطقي جدا. كلامه منطقي جدا. ان المستاجر ايام ما كان بيدفع جنيه او 75 قرش كانت دي قيمه عاليه جدا في تاريخ الايجار. لكن المالك دلوقتي لا يستفيد منها. يرد عليها المستاجر ويقول لا هو استفاد. لانه لو حسبت القيمه الايجاريه في تواريخ هذا الايجار حتى الان هو ردت اليه قيمه الايجار وبنائه. انا بمثل لك الحكايه باطرافها لانها هي علاقه متشابكه جدا. صحيح. ولذلك انا بقول ان التطوير لا ياتي ابدا بالقطع والبتر لكن لابد يكون التعديل يكون في توازن ما بين المستاجر اللي مصلحته فعلا ان يبقى في سكن مستقر وبين المالك من حقه برضو ان ينتفع بملكه ويضر عليه دخلا من خلال دي بقى اللي عايزه ايه دراسه الفكره والهدف التشريعي من القاعده اللي تظبط العلاقه بينهم في القانون المفترض التعديلات. انا ضد اللي انا سمعته. انا بس معلش استاذ حضرتك استاذ احمد تاني اتصل بينا. استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم انا عندي حل للموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه وعاوز اعرضه عليكم بس مش عارف اعرضه عليكم ازاي. اتفضل. انا عامل بحث في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده. اتفضل اتفضل حضرتك. بس عاوز اعرضه عليكم مش عارف اعرضه عليكم ازاي. اجي القناه ازاي ولا اعمل ايه؟ طيب حضرتك ممكن مع الكنترول هتاخد الرقم ونبقى فيه بينا حوار ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اتفضل يا سعد بيه معايا. فاذا لابد انا رافض كلمه التعديل بالجزر والبتر لان كان في نغمه ان لابد من تعديل قانون الايجار بالغائه. هيحصل مصادمة شديدة جدا مع المستأجرين لأنك أنت لما تيجي تلمس هذا المكان الذي يستقر فيه وأسرته لا تنتظر منه رضا. وبالتالي أنا بقول أن التعديل في التشريع لابد أن يكون تعديلا مستهدف التوازن مش الانفلات من التطبيق. ده اللي حصل في قانون 496 لما طلع هذا القانون. انا حضرتك بس ما تنقلناش للقانون الاستعداد. احنا عايزين نوصل لنقطه نقطه. انا عايز اسال حضرتك سؤال. طب العقارات اللي خاضعه للقانون القديم هل يمكن تعديل فيها عقد الايجار بامتداده او بامتداده للورثه او امتداد المده فيه؟ يعني هل يمكن التعامل فيه مع بتجديد العقد او بمده؟ قصدك تعامل بأي ناحيه؟ قانونيه ولا رضائيه؟ انا يعني بكلتا الحالتين. وطبعا قانونيه ما فيش قانون. لا ما قانونيه مش فيش. انت بترجعنا الى رضا الطرفين فيه ودول احرار فيه. ما هو العقد هو ده العقد الرضائي. العقد ده من العقود الرضائيه اللي بيخضع لاراده الطرف. لكن انت الطرف المشكله عندنا ان هناك طرف بيده قانون يحميه ويقرر له امتداد عقد قانوني حتى العقد القانوني حتى الدرجه الاولى وطرف ثاني اللي هو المالك الذي اراه الان مسكين مضطر ان هو يرى لا هو مسكين ورجيل. في العقارات اللي خاضعه للقانون القديم بالزبط. بس هو مش مسكين في العقارات اللي خاضعه. انت ما نقلتناش لسه ما رحناش لاربعه. طيب اتفضل. وبالتالي ان العلاقه المساكن القديمه لابد التدخل فيها بهدوء ولازم يكون التعديل اللي فيها تعديل برضه بهدوء عشان ما نصطدمش بمصلحتين متعارضتين. مصلحه المالك ومصلحه المستاجر. صحيح. لكن القانون الجديد مطلق
قانون 496 اطلقه ورجعه للقانون المدني وهو على رضائيه كامله. نقف برضو عند نقطه، واحد والده كان عايش مع والده، هو شاب صغير، والده ساب الشقه وسافر بره، والده توفى وهو موجود بره، هل في الحاله دي الشقه تبقى من حق فيها امتداد، ولا هنا المالك يثبت ان الامتداد توقف ومن حقه ناخد الشقه؟ لا، الامتداد القانون العقد الايجار حتى في القانون القديم كان له شروط، يمتد للمقيمين معه لحظة الوفاة أو الترك. يبقى لازم تثبت الإقامة قبل الوفاة أو الترك. إذا عدمت الإقامة ده شرط، يبقى إذا الامتداد مشروط بشرط. هو الإقامة الفعلية مع صاحب في الحق مدة؟ في لحظة الوفاة أو الترك. صحيح. معنا الأستاذة سامية من الدقهلية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. أيوة أستاذ لو سمحت. اتفضلي. أنا من المنزلة. اتفضلي. وعندي بيت أربع شقق. في شقتين تحت، شقة ب 25 وشقة ب 20. الشقة اللي متأجرة ب 25 صاحبها يعني المستأجر فاتحها وقاعد فيها. الشقة اللي ب 20 واحد مأجرها برضه واسمه عبد المنعم القدوسي. وأخذ شقة تمليك في المنصورة. وقاعد هناك مع ومالوش الا بنت واحده وقافلها بقاله 30 سنه وله راضي يسيبها ولا هو راضي يعني يعمل فيها اي حاجه. وبعدين جوزي كان مرض وجاله جلطه وكده وقعد يقول له سيبها لي علشان هي في اول دور، سيبها لي علشان اقعد فيها، فما رضاش يسيبها له. وجوزي توفاه الله ما فيش الا انا وبنتي اللي يعني ورثت البيت. وبعدين انا غلبت كل سنه يبعت لي الايجار على 20 جنيه، ومع ان هو ملياردير وعنده كذا شقه وعنده كذا عربيه في المنصوره وقاعد هناك. وده يرضي مين؟ يرضي ربنا ده العمال اللي هو بيعملها ده؟ لا ما يرضيش ربنا. مانيش عارفه ايه والله العظيم، انا عارفه يعني. طيب هنرد إيه؟ هنرد على حضرتك. حاضر، شكرا لحضرتك. السؤال ده استاذن هيك. معانا الاستاذ محمد من دمياط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اتفضل. معاك محمد عادل من دمياط. اتفضل. لو سمحتني عندي مشكله كده مع ورجي حكم ضد قوى ظلم، الحل معاه ايه؟ لا انا ممكن حضرتك تعيد السؤال تاني لو سمحت. لو سمحت جي قاضي يوم 14/5 الشهر اللي فات حكم على اخويا ظلم. ايه اللي المتهم قال ده ما حصلش منه وجه ده كلام عشان ما حصلش. بس ثواني بس ثواني بس هو حكم على اخو حضرتك في قضيه الصوت وحش. حكم ايه يا فندم؟ حكم 3 سنين على اخويا ظلم. جه الو ايوه حضرتك، اول درجه ولا استئناف؟ طيب حضرتك لا جنايه حضرتك، جنايه استئناف؟ جناية. جناية ايه؟ شرفة قتل. المتهم نفسه جه قال ما هوش هو. جناية ايه بس؟ جناية ايه حضرتك؟ شرفة قتل. شرفة قتل؟ حضرتك. حريق. المجني عليه جه قال انه مش هو. المجني جاي عليه جه قال مش هو، وجه القاضي حيثيت الحكم جاب كلام عن الشهود ما حصلش. طب الحل يا حضرتك؟ يعني انا طبعا هنعمل نقض، والنقض طبعا بياخد له حوالي سنة ولا اثنين. هو اخو حضرتك كان موجود يوميها في المحكمة؟ حاليا في المحكمة يعني ينفذ مظبوط، كان ممكن يحجزها. بينفذ حاليا حضرتك. طيب ماشي. شكرا. معانا ام محمد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاكم الله خير. الله يبارك. بقول لك يا دكتور، الوقت احنا واخدين شقة ايجار قديم بس الاثنين في المية دي الزيادة دي حضرتك، مش هيتلغي القانون ده حضرتك؟ ال 2% يا فندم؟ 2% يعني ايجار قديم بس زياده 2%. طيب. واخدين برضو شقه للولاد يعني ملك. الشقه ديت يعني صاحب الارض واخد الارض بصحه توقيع بس مش مسجلها يعني في الشهر العقاري. فهو قال هسجل لكم برضو صحه توقيع زي ما انا واخد كده، فهل هو ده صحيح؟
يعني هي حضرتك بتسالي عن 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 انك هتاخدي شقه حضرتك شقه ايجار اه مش هتسجليها هتاخدي بيها هتاخديها بصحه دعوه صحه توقيع ايوه اه طيب ماشي حضرتك آه احنا عايزين اول نرد على المتصله الاولى المتصله الاولى بتسال على واحد واخد الشقه وقافلها آه الحاجه ساميه هو 30 سنه وهو عنده بيت في حته تانية القانون 49 عالج الحكايه دي وقال لك ان من اسباب الاخلاء الطرق الطرق اللي هو ان يثبت عزوف المستاجر عن استخدام العين المؤجره كامله تمام فالطرق احد اسباب انتهاء عقد تثبته بقى تثبته ازاي آه من خطاب لا لا من خلال فواتير استهلاك التيار الكهربائي صحيح هتجيب متوسط استخدام التيار الكهربائي خلال سنه خلال 30 سنه هتلاقي الاستخدام ثابت لربما يكون حاطط الثلاجه مشغله على الفاضي او كده من احد الحيل القانونيه فمن هذا الاستخدام الثابت يثبت عدم استخدام المستاجر للعين المؤجره ما انا كنت عايز اقول لحضرتك ان كان من احدى طرق الاثبات محضر شرطه والتحريات والكلام ده كله كان بيقدر يثبت هو برضه بطريقه اخرى العكس كان بيبعت جوابات ويجيب اللعبه القديمه استهلاك التيار الكهربائي ده من افضل طرق الاثبات فيما يتعلق بعدم الاستخدام لان انت لو جبت متوسط استخدام التيار الكهربائي في 30 سنه سوف تجده ثابتا طالما انه تاركا وشهاده الجيران الشقه المقابله والشقه التحتيه وين ترفع الدعوه وفعلا تاخد انهاء عقد الايجار دي بالنسبه له ربنا يكرمها ان شاء الله بالنسبه للاخ محمد من دمياط الحكم الثلاث سنين والبيول المجني عليه اقر امام النيابه امام المحكمه بان المتهم مش هو وان الحكم فيه حاجات غريبه للشهود انا بنصحه يعمل التماس اعاده نظر وليس مع الطعن بالنقض قدام نفس الدائره ماشي بس ده اسرع شويه من الطعن بالنقض ومن الممكن ان تعيد المحكمه اذا ما وجدت ان هناك دليل من الادله التي اعتمدت عليها في القضاء بحكمها وده احد اسباب التماس اعاده النظر دليلا مشكوكا في صحته طيب بنقول له او ان المجني عليه بذاته وبشخصه اما ان يحضر واما ان يصدر من نفسه شهاده مسجلة في الشهر العقاري يقر فيها بأن المتهم المسجون ليس هو الذي شرع في قتله وتثبت هذه الشهادة في الشهر العقاري تقدم رفق التماس وإعادة النظر وبالتالي إذا كان المجني عليه أقر بأن المتهم لم يشرع وبالتالي تنهار من بعده قائمة الشهود طيب انا برضو انا تسمح لي عليك انا اعقب على برضو ده انا ارجو ان هو يعمل التماس اعاده النظر بالاضافه الى 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 نقض ويحاول يجيب جلسه سريعه لان طبعا التماس اعاده النظر هيكون امام محكمه الموضوع ذات الدائره اللي نطقت بالحكم بثلاث سنين فبتكون هي كونت عقيده وكونت راي معين فالتماس اعاده النظر يعني ممكن المحكمة ترى أن الأدلة هي مقتنعة بيها والعقيدة تكونت في اتجاه معين نحو إدانة هذا المتهم وهي حتى على الرغم من تبرئة المجني عليه للمتهم ممكن المحكمة ترى أنه في بعض الأحيان بيكون حصل نوع من الاتفاق والتوافق بين المتهم والمجني عليه وتصالحوا قبل ما يروحوا الجلسة فالمحكمة ما بيهمهاش الضرر اللي وقع على المجني عليه بقدر الضرر اللي وقع على الدولة من إصابة أو من محاولة القتل أو الشروع في القتل فبالتالي ما بتاخدش برأي المجني عليه في الحالة دي وبتنفذ عليه فأنا النصيحة أنا طبعا موافق على رأي أستاذي أستاذ سعد إن احنا نعمل التماس إعادة نظر لكن مهم جدا إن يتعمل طعن بالنقض برضو موازي ليه عشان المدة ما تعديش ويستفيد بالمدة ويتعمل شقة مستعجل فيه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقضي له الأمر لا توصلا الجينات بالذات وبالذات جينات الأشخاص هنا الادله بتاع السبب بتاعتها لازم تكون ادله مترابطه متضافره مترابطه متسانده متكامله تصل الى الهدف لكن طبعا. انا عندي هنا في شك في الدلائل والاثبات فممكن في التماس اعاده النظر لو اثبت بطلان الشيء الدليل مستقل. ممكن ان ربنا يكرم انا ما اقدرش اعقب على حضرتك طبعا عفوا يا اخي محمد من القاهره بيتكلم على مش فاهم سؤاله هل بيتكلم على شقه ايجار ولا شقه بيع ولا ايه عشان بيتكلم على صحه التوقيع في الموضوع هي بتقول حضرتك ان صاحب العقار اشترى ارض وبدل ما يسجل عقد الارض عملها صحه توقيع ما سجلش الارض نفسها وبنى العقار وهم هيأجروا منه هيأجروا منه بعقد ايجار ابتدائي عقد ايجار عقد ايجار عادي مش هيسجله لهم ولا يعمل لهم اي حاجه هيعمل لهم عليه صحه توقيع بس ما هو عقد الايجار لا يسجل هو طبعا اصلا هي العبره في عقد الايجار لا يسجل اثبات العلاقه الايجاريه الناس كانت بتتكلم عن عقد بيع أو خلينا نتكلم في الحالتين نقول الحالتين عقد ايجار بالنسبه للقانون الجديد هيبقى يبتدي تعمل له صحه توقيع من بعد التسع سنوات اذا كانت مدته تفوق التسع سنوات يبقى نعمل دعوه صحه توقيع لاثباته اقل من تسع سنوات يبقى تعمل له اثبات تاريخ في الشهر العقاري والعبره في اثبات الحيازه والتواجد يعني دي حاجه ماديه طبعا لكن لو بنتكلم عن عقد بيع
ودي متهيألي هو السؤال الحقيقي، وان البايع ليهم لم يسجل عقده وقدامه وعمل دعوة صحة توقيع وهم راغبين في انهم يسجلوا، هيصطدموا باجراءات التسجيل الصعبه جدا والاول مره، وهيبقى التسجيل اول مره على القطعه دي هتبقى مشكله، بتبقى في تسلسل الملكيه حتى اول مالك وربما برضه يكون اول مالك غير مسجل طبعا، فتبقى موضوع احنا على فكره عايزين نعمل حلقه عن التسجيلات العقاريه لان دي مشكله كبيره جدا ومحتاجه نص تشريعي يناهضها. طب معانا استاذ محمد، سلام عليكم. ايوه السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا فندم. موضوع قانون الايجارات القديم ده الموضوع اكبر من قصه ملك ومستاجر، الموضوع يا فندم ليه اثار سلبيه سيئه على المجتمع كله. صحيح. منها يا فندم ازمه المرور والمواصلات والعنوسه والبطاله. وبعدين احنا جمعيه اسمها جمعيه حقوق المدررين من قانون الايجارات القديمه، احنا عملنا مشروع يا فندم متوازن. جمعيه ايه معلش انا اسف؟ نعم جمعيه ايه حضرتك؟ جمعيه المدررين من حقوق المدررين من قانون الايجارات القديمه. اتفضل يا فندم. احنا عاملين يا فندم مشروع متوازن وقدمناه بالفعل لمجلس الشعب. بيحل العلاقه الايجاريه دي على فترات وبتدي فترات انتقاليه للمستاجر عشان يوفق اوضاعه. تمام يا فندم. تمام. الو مع حضرتك يا فندم. الفترات الانتقاليه دي يا فندم بتتراوح ما بين 2 لـ5 سنين للسكني وللتجاري من 6 شهور لسنتين. تمام. الو مع حضرتك. فحضرتك يا فندم لو تم. وبعدين احنا حاطين بند للمستاجر غير القادر. البند دوت بيقول ان احنا بنمول صندوق، الصندوق دوت بيمول المستاجر غير القادر اللي ما يقدرش ان هو يدفع ايجار المثلي للمكان اللي هو ساكن فيه او مش ما يقدرش ان هو ياخد مكان اخر. تمام. الصندوق دوت بيمول مننا احنا كاصحاب عقارات بنضيف 5% من الضرائب العقاريه اللي احنا بندفعها للصندوق دوت. الو حضرتك انا معاك اتفضل. فيا فندم يا ريت حضرتك لو تقدر تتكلم في موضوع مشروع القانون بتاعنا دوت او كده، لان ده احنا المشروع بتاعنا. حضرتك قدمته لمين مشروع القانون في مجلس الشعب؟ مين من النواب اتبناه؟ للمهندس ابراهيم ابو عوف رئيس لجنه الاسكان بمجلس الشعب، وهو اتعمل لينا لجان استماع جوه المجلس بالفعل ولجان استماع جوه مجلس الشورى. انا هستاذن حضرتك مشكورا ان لو حضرتك يعني مع الكنترول تسيب رقمك او تاخد رقمي، وان شاء الله برضو يبقى ده مهم جدا الموضوع ده يعني ان احنا نشوف. معانا الاخت ام منى من القاهره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. من فضلك انا واقعه في مشكله انا وجيراني بسبب بقالنا دلوقتي كل واحد فينا خد شقه بقاله 10 سنين واللي بقاله 12 سنه وبقاله 15 سنه، احنا 4 اسر. اتفضلي. اتكتب في عقودنا مشاهره. ودلوقتي صاحبة البيت عايزة ترفع علينا دعوة فسخ عقد. صحيح. وكل واحد فينا معاه 4 عيال، لأن ما تعمل لنا عقد جديد بإيجار مرتفع وتحط علينا نسبة وتحط علينا عوايد، هو ده الحل، لأن ما ترمينا بره. العقود كانت إمتى؟ ثواني بس أنا هبتدي أسألها، العقود إمتى حضرتك طيب؟ العقود بتاعتنا يعني أنا عن نفسي بقالي 10 سنين ساكنة في الشقة دي، جارتي بقالها 15 سنة. وجاره تانية بقى لها 12 سنة، احنا 4 سكان في عقار واحد. امتى التاريخ تحديدا؟ انا واخده شقتي 2002. 2002 بعد القانون. تمام. وهم كانوا مبيتين النية على انهم يخدعونا، لان في جيران معانا في نفس العمارة اتكتب لهم 59 سنة في نفس الوقت. يعني العقار ده موجود فين حضرتك؟ في بشتيل في شارع مسجد الرحمن. تمام. طيب انتوا واحنا مش عارفين نعمل ايه معاهم، لاما كده بيهددونا يرمونا بره احنا الـ4 اسر. طيب حضرتك هنرد على حضرتك فورا، شكرا. يا ريت الله. دي الحاله الشائعه في القانون الجديد بقى. دي حاله بقى القانون الجديد دي المشكله اللي انبتها هذا القانون التعس، اللي هو الناس بتهرب من تطبيقه. هو تطبيقه كان في 31/1/96. انا اقول لك ان مشكله عمليه، ان كل اللي كانوا بيعملوا عقود ايجار في الفتره دي كانوا بينقلوا التاريخ بتاعه قبل 31. تخيل. يعني انت مخاطب بالقانون وبتهرب منه لانك انت مش عاوز تهرب من حكايه المشاهره، فبتخلي العقد بتاعك قبل 31 قبل السريان. اللي وقع بقى زي المتصله بعد السريان بيحصل له المشكله اللي بقول لك عليها دي، ان هما بيكتبوا مشاهره على التاثر قديما ب 49 اللي هو كان القانون القديم، فبيكتبوا مشاهره. فالوقت المشاهره طبقا للقانون المدني تعتبر اقل مده لسداد القيمه الايجاريه، بعدها ينتهي عقد الايجار، ده القانون المدني. لكن اقول لهم وبصوت مرتفع، حتى لو هم كتبوا كلمه مشاهره
مش معنى ذلك ان العلاقه الايجاريه تمتد لمده شهر. لان الاصل ان عقد الايجار السكنه الاسري ده اسري يمتد للرجل واسرته، فلا يعقل ابدا ان يؤجر الرجل مراه واسره المسكن شهر واحد. طب انا ادل على الكلام ده ازاي؟ ان انت عارف سعادتك ان العقود دائما بترتد الى الاراده الحقيقيه للطرفين، فبنبحث عن الاراده الحقيقيه للطرفين وبنقول مش الاراده المكتوبه. يبقى الماده 150 اللي في القانون المدني تقول لك انه نفسر النصوص والعقود حسب ما الفاظها الواضحه، لا انا بتعدى هنا الى حدود اللفظ المشاهره ده الى الاراده الحقيقيه للطرفين. هل اراده الطرفين ان انا ادفع هذا المبلغ عشان اسكن شهر واحد؟ لا طبعا. بالتالي لا، وبالدليل ان العلاقه الايجاريه استمرت زي ما هي بتقول 10 و12 و13 سنه. ده الدليل الواقعي على انها ليست مشهر ولكنها مده ممتده. لكن هنا عندنا مشكله ان هي النهارده لو المالك جه رفع دعوه فسخ انا مش عاوز تاني ومش ما عنديش رغبه في التجديد. المشكله هنا ان المحكمه هيبقى قدامها نص قائم وعقد قائم واراده واضحه، حتى لو فرضنا اللي انا قلته. بس القاضي هنا له ان يبحث في الاراده، في الاراده حقيقه الواقع وليس الالفاظ اللي تعاقد عليها متعاقدين. إيه؟ ما هو برضه القاضي ده زينا وزيك. صحيح. هيحدد مده ايه؟ وهي هنا بقى. هنا برضه فيها المشكله اللي بيفرزها اربعه ده قانون اربعه سنه 96. يعني مده الحل. الحل ايه؟ الحل انا النهارده في مدد موجوده اخترعت 9 و 59. ايه 9 دي و 59؟ 9 دي المده التي يثبت فيها العقد عن طريق الشرع العقاري، ما فوقها حتى 59 اقصى مده في القانون المدني اللي هي مده الحكم، اللي احيانا زي ما قالت المتصله بيتعامل ما بين المالك والمستاجر عقد بهذه المده. فبالتالي نقول ان المده الادنى لعقد الايجار عند عدم تحديده 9 سنين. والمده الاقصى 59 سنه. هي هنا تخطت التسع سنين، يبقى المفترض ان العقد بتنصرف اراده المتعاقدين فيه ل 59 سنه. او لمده ثانيه. اللي هي؟ التسع سنين، تتقرر التسع سنين. آه. كل ما هو اقل من التسعه يبقى هو المره ثانيه بمده متصله. يعني طيب. الاقل من التسعه يبقى يكمل للتسعه. آه. وهكذا. فاهمني؟ طيب. ده اختراع. ما ده مش قانونا. ده مجرد تكاتفهم هم مع بعض. هنا في نقطه مهمه، هنا تكاتف السكان مع بعضهم اللي هم بيمروا بنفس المشكله دي بتدي لهم قوه ولا ضعف؟ ولا حاجه، لان كل واحد له حاله مختلفه. لا ليه؟ ما هم اربع سكان نفس سكان. الحاله هيقولوا ان هم الراجل ارادته انصرفت معاه، لان العاد ده برضو انت بتصدر المشكله ولتكن انت على المنصه. انا صدرت لك المشكله دي كلها هم الثلاثه وجايين مترابطين متكاتفين وحالتهم متماثله. ماذا تفعل مع نص موجود في عقد الايجار الا اذا كان الاختراع اللي انا قلته ده ان احنا ناخد الحد الادنى والحد الاقصى؟ للاسف كميه القوانين المحتاجه تتعدل غير خلينا طبعية. مع المتصل اللي قال ان هو من جمعيه المضارين بقوانين الايجارات. حقيقه انا قريت لهم حاجات في هذا الموضوع. قبل ما ناخد رايه بس معانا الاستاذ عبد الحي من الجماليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الدقهليه انا اسف. اتفضل. نعم. عبد الاستاذ عبد الحي من الدقهليه. ايوه اياك يا فندم. اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. إذا سمحت حضرتك بقول لحضرتك يا أستاذ مستشار. اتفضل. إحنا كان في عندنا بيت كانت الشقة متأجرة ب 12 جنيه. اتفضل. لا قبل سنة بعد سنة قبل سنة 52. الوقت بعد تخفيض الإيجارات بقت ب 7 جنيه. في حين ان كان الجنيه الذهب في وقت ما كانت ب 12 جنيه كان ب 97 قرش ونص. صح. والجنيه المصري كان بجنيه. طب طب بالله عليك الوقت المبلغ ده يجيب ايه؟ ما يجيبش ربع كيلو عدس. طيب حاضر. احنا بنتكلم فيها هو الرد على حضرتك. حاضر. شكرا شكرا يا حاج عبد الحي. شكرا. هو برضه بيتكلم في نفس الاطار ونفس السياق. خليني بس افكرك بالجمعيه دي. انا قريت لهم حاجات كويسه جدا ومقترحات معقوله جدا. كويس. منها المقترح بتاع المده. هم قالوا انهم عاوزين يعملوا حاجه انتقاليه عشان نخش في الحكايه دي. عملوها او اقترحوا الكلام ده، حاجه انتقاليه من صفر لخمس سنين. بعد الخمس سنين لا يطرد المال المستاجر الا في حالتين. حاله ان المالك ده هيبيع وللمستاجر حق الشفعة، او المالك ده احد اولاده او الورثه بلغ 21 سنه ويتزوج. بعد الخمس سنين الثانيه القيمه الايجاريه بتزيد بحدود الربع
من القيم المماثلة دلوقتي. بعد الخمس سنين التانيين تبقى النص، الخمس سنين التالتين أو التالتة تبقى تلات أرباع، الرابعة تبقى كامل القيمة الإيجارية للمسيلة. كده عملنا 20 سنة. يبقى ده التطور الطبيعي إن احنا ندخل هذه الحالة المتشابكة بنحس ما نضرش الطرفين لا المالك ولا المستأجر. بعد العشرين سنة ينتهي العقد، العقود اللي عشان ما يكونش عقد مؤبد القديمة. لان ما فيش بقى دي في الفقه ولا في الشرع ولا في الشرع ولا الدستوريه كمان، عقد مؤبد خالص دي اللي يعني. لكن هو عقد الايجار، عقد الايجار زي ما احنا متفقين من بدايه الحلقه، عقد ايجار رضائي رضائي يخضع ليا وليك، ولكن هو الاصل فيه انك لا تنتزع ملكيه المالك. لكن اللي حصل ان ملكيه المالك كانت بتنتزع بالقانون ده وكل قوانين الايجار اللي قبل 49. وبالتالي اخونا المتصل بيتكلم على التخفيضات، وفعلا حصل تخفيضات للإيجار 52 و 58 و 65 كانت تخفيضات، كانت في المجتمع اللي فات بنعمل نوع من الموائمة، لكن التخفيضات دي أدت إليه زي ما قال أن قيم الإيجار اللي بتهرد من هذا العقار لا تصلح ولا تسمن من جوع نشتري كيلو عدس زي بيقول. لكن دي المشكلة اللي احنا بنناقشها، لازم نحن التدخل فيها، وزي ما الجمعية دي بتعمل ان هو يبقى نوع من الموائمة وليس البتر. البتر يعمل مشاكل كتيرة جدا في المجتمع، لان القانون ده كما هو اضر بالملاك هو اضر ويضر التعديل فيه وللغاء يضر بالمستأجرين. فانا عندي شريحتين لو نظرت اليوم الاثنين هيتضروا. صحيح. ولذلك لازم تدخل وتعمل التوازن وليس البتر. العنترية والحنجورية في المعالجة هتؤدي الى مشاكل كثيرة. ناخد ام احمد مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي فندم. انا عايز اسال حاجه بخصوص زياده الايجارات، بس ان كانت يعني مش قوي زي الموضوع اللي بتتكلم فيه. فضل. يعني احنا الايجار 50 جنيه في الشقه، وصاحب البيت عشان الشركه تدخل لنا الغاز جه لقى الشركه بتدخل بقى المواسير وكده، وقف شركه الغاز وقال لها ما تدخليش الغاز، وطلب مننا ان احنا نزود الايجار. نص الشقق وافقت ونص الشقق لا، واللي وافقوا قال لنا لازم تجيبوا عقد الايجار، واحنا خايفين ندهوله، لا اما هيعمل العقد اللي هو ابو 59 سنة واحنا العقد بتاعنا مفتوح، فمش عارفين نعمل معاه ايه، ولغايه دلوقتي الغاز واقف ما دخلش. عايزين نعرف ايه حقنا، يعني نتكلم شركة الغاز تقول هتوافق صاحب البيت، وصاحب البيت يقول انا يعني رفع علينا قضية ويقول ما حدش هيدخل الغاز الا بموافقتي، ومش عارفين نتراضى الثمن سكان مع بعض، نص موافق على زيادة ونص لا، نديله العقد ولا لا، يكتب لنا عقد جديد ولا لا. قلنا له حتى طب نعمل عقد جديد مفتوح كده واكتب عليه الزيادة وكل حاجة ونمضي لك عليه ونسلمه لك، يعني ايه يبقى مبادلة بين ده وده، عشان خايفين ياخد اللي معانا. طيب مش عارفين ندخل. هنرد على حضرتك، هنرد على حضرتك فورا. شكرا. سلام عليكم. بص يا سيدي، في الحتة دي برضو كانوا بيتمسكوا قديما بالعقود المنشأة طبقا لقانون 49 ده، انه لا يجوز لك انك تعمل اي حاجه، لا تدخل الكهرباء ولا التليفون ولا ما كانش في غاز ساعتها الا بموافقه الملك الكتابيه. قال ايه الكتابيه؟ احنا هنروح هنا في سكه الغرض مش سكه السيطره والاحتكار. يعني انت النهارده ما تدخلش الكلام ده اذا ما كان يضر بهيكله العقار وصيانته ويؤثر على هيكله او شكله. لكن ده اذا كانت دي منفعه حكوميه بتقدمها الدوله ووصلت الى حدود العقار، وبالتالي ادخال هذه الخدمه الى الشقه لا يؤثر على كيان العقار ولا سلامته ولا يغير من هيكله ومظهره، فلا يحق للمالك ان يطلب الفسخ. كما اذا ادخلت هذه السائله الغاز ليس هناك ضرر والمالك، بس هي الشركه بتشترط عليهم ده فهم اللي حضرتك قلته، ده فهم المتون والراي. الشركه بتطلبش، الشركه بتطلب انك انت يكون لك علاقه بالشقه، سندك في وجودك في الشقه، عقد ايجار ووصل كهرباء. صحيح. لكن موافقة الملك دي مش مطلوبة على فكرة. يعني هي ممكن تكون متجاوزة، لكن انت سندك في الشقة ايه؟ العقد. طيب بالنسبة للقانون القديم، انا في تغيير النشاط من 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 شقة سكنية لمكتب مثلا محاماة، مكتب هندسي، شركة دعاية واعلان، بتغير النشاط. بص انت يعني الحتة دي بقول البرنامج او الحلقة مش هتكفي، لكن هنقدر نوصل لها. تغيير النشاط من سكني الى اداري، وتيجي نعكسها من اداري لسكن. صحيح. وتغيير النشاط بشكل عام. تغيير النشاط بشكل عام ده من اسباب الاخلاء. واحيانا تغيير النشاط بيؤدي الى زياده القيمه الايجاريه. طب ما تيجي نوازنها. تغيير النشاط من سكن الى شيء مقلق للراحه
أو مخالف لنظام العام والأداب فيؤدي إلى فسخ عقد الإيجار مباشرة. قولا واحدا إخلاء. لكن لو أنت النهاردة نقلت أو غيرت هذا النشاط بموافقة المالك. لا أنا عايز أقول من غير موافقته. مرضاش بقى. من غير موافقته. هنا في خلل في عقد الإيجار وخلل بالتزاماتك من حقه إنه يعمل فسخ. يعني هنا تغيير النشاط في بعض أحكام المحاكم. هنا برضو وجهة النظر الإيه الواقعية. لا مش هو كل... هو برضو هو فهم المادة هو علاقة ما احنا قلنا هو علاقة شخصية وعقد رضائي اتفق فيه المتعاقد المالك والمستأجر أو المؤجر والمستأجر على أن يكون هذا المكان مؤجر للمنفعة وهي حق المنفعة فيها هو السكنة. أنا لو غيرته يبقى أنا هنا غيرت بشرط من شروط العقد يبقى هنا أخليت بالتزام من الالتزامات التعاقدية فهنا في إخلال تعاقدي. تعال بقى شوف الاتجاه في المحاكم. ليس كل تغيير وليس كل تغيير في الغرض يؤدي للإخلاء. طالما أن الشرط الأساسي اللي أنا هقوله ده مش موجود اللي هو المقلق للراحة أو المخل بنظام العام والأداب ممكن أن تلزم المحكمة المستأجر في هذه الحالة بدفع قيمة إيجارية أزيد تعويضا للمالك على تغيير هذا الغرض. حتى لو مطلبوش الخصوم؟ حتى لو مطلبوش. يعني هو طالب الفسخ ممكن المحكمة تقديله؟ تقديله بأنه هو ما فيش فسخ. دي طلبت كده ما لا مطلوب الخصوم. لا ما النهارده انا النهارده بدي الى سكه لو انت متمسك بالفسخ وان المحكمه رات ان هذا التغيير لا يؤثر على الهيكل كما لا يخالف النظام العام والاداب ولا غير مقلق للراحه هرفض طلبك. بايه الفكره؟ انك تتمسك بحرفيه النص ولا انا اقيم التوازن اللي احنا بنتكلم عليه من بدايه الحلقه واعوضك بزياده القيمه الايجاريه يبقى كله نستفاد. طيب بتوازن وتقاس على الإيجار من الباطن. ما الإيجار من الباطن ممنوع. ولو أنت أجرت من الباطن هفسخك وأخليك أنتوا الاثنين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. لكن إذا وافق المستأجر المالك على أنك أنت تؤجر من الباطن ومقابل زيادة قيمة إيجارية أوكي هذا الكلام سليم. إذا أنت النهاردة كله بيدور حول الرضا ما اختلفناش. لكن في تغيير الغرض له شرط آخر شرط الزيادة عن الرضا ألا يكون مقلق للراحة أو مخالف للنظام العام والأداب. طب حكاية مقلق للراحة دي إيه؟ لأن في مستأجرين تاني وشغلين للعين فلابد أن هو يحافظ على كيان المنتفعين بالعقار. ده غرض أو تغيير الغرض. لكن لو هنا غيرنا الغرض إلى حاجة مقلقة تماما للراحة قهوة قهوة شقة في الدور الأرضي وعملها قهوة ده تماما إخلى تماما. طب لو المالك وافق على التغيير هنا الشرط اللي بيتمسك به طرفي العلاقة انتهى ما هم مطاردين. لكن انت في المالك في الدور الاول انت مستأجر في الدور الاول بالظبط ما انت عندك هنا ضرر حصل لك لاني لم اتعاقد على هذا العقار الا لانه كله سكني والدور بالظبط ضولع كده على حقك وسندك. ما انت بره العلاقه دي ما انت بره علاقه الف وب الاثنين اتفقوا على غيروا النشاط وعملوها قهوه يعمل ايه بقى يعمل ايه تزنتني فنزلت. فبالتالي المستأجر الأعلى هذا الكلام عنده ضرر حصل له لكن هو بره العلاقة اللي بين الاثنين ملوش ضرر ملوش حق يعني ملوش سند. لا بس ممكن يبلغ ان بلغ بقى وخد إجراءاتك يعني وبالتالي انت النهاردة لو هي هنا مشكلة حقيقية على فكرة وبتقابل كتير جدا في الحياة الشعبية انه الدور الأرضي لما بيتغير إداري بالظبط كده بيتغير إداري وتجاري وكمان ايه يعني ممكن يتغير إداري وتجاري بشكل موحش طبعا. في بعض العشوائيات يبقى سمكرة ودوك وحاجات للصيانة وتجديد السيارات حاجة بتبقى مقلقة تماما للراحة ورغم ذلك انت بتقف يعني كمستأجر في الدور العلوي ليس لك وسيلة لا بس ممكن إلا التضرر. لا ممكن يرفعوا دعوة تعويض للضرر لأن هم تعاقدوا على هذا العقار انت قانوني دعوة تعويض للضرر دي كم مدة تمكثها في المحكمة؟ دي مشكلة لازم تتناقش برضو لأن فعلا من عيوب القضاء في مصر أو التقاضي في مصر طول المدة دي لازم لها على فكرة لازم لها حل تشريعي. يعني من ضمن المشاكل دي كلها سبب من أسبابها أولا برضو طول المدة طول مدة التقاضي طول أمد التقاضي العدالة الغير ناجزة هي ظلم بين. يعني طول مدة التقاضي ده ظلم أطرافه الكاسب فيها خاسر حتى يعني أكيد يعني. وخلينا بس نتفق إن الموضوع بتاع الحلقة موضوع متشعب جدا صحيح. زي ما المتصل بتاع الجمعية قال هو فعلا له أثاره كالسكن على المرور والعنوسة والبطالة له أثاره الكاملة على الاقتصاد المصري وعلى الإسكان بشكل أو بآخر. ولذلك ولا خطورة هذا الموضوع أنا بأقرر أن بحثه أو التعرض لتعديله سواء كان تشريعيا أو واقعيا لابد أن يتعامل فيه بحرص كجراحة العيون لأنه لابد من إقامة التوازن ما بين الطرفين
وبشكل يجعل حل المشكله تدريجيا. طب انا جالي هاجس كده وانا بفكر، لما تكون مكان وانت عليك واخده ايجار او واخده تمليك وبتديره، انك تعمل حاجه تخالف الناموس العام والفقه العام في الدوله، زي ما كانك بتعمله حسينيه للمذهب الشيعي مثلا. الاطراف اللي حواليك كلها في حاله ضرر. الحاله دي اللي حوالين العقار تضررهم ده يمثل ايه؟ هي جت دلوقتي في دماغي، لان انا ان شاء الله هيبقى لينا حلقات على هذا الامر، وان شاء الله هيكون ليها جولات فيها باذن الله الفتره الجايه. هنا بقى الضرر طلع بره العلاقه بتاع الايجار. هو طلع بره التضرر بشكل عام. سواء كنت انت مستاجر في نفس العقار او ماشي قدام العقار او قاعد في نفس الحي. هنا الضرر ضرر ايه؟ عام. فلك ان تقيم الدعوه على مستغل المكان وحائزه او حائزه ومالك العقار كمان بالمره. معاهم في علاقة واحدة نتيجة تضررك من هذا المكان اللي هو مخالف للناموس العام أو النظام العام والأداب. أحيانا طبعا بتجد للأسف في الفترة اللي فاتت أماكن بتدار بشكل أوحش من كده. من الفرض اللي انت قلته. أماكن أخرى يعني. هنا بقى السكان لا، ده لهم حلولهم الكثيرة. كل مكان يؤدي للإقلاق بالراحة او لخلافه النظام او مخالفه الاداب او مخالفه الاداب تحديدا اللي اقصدها بالتلميح طبعًا. لا، من حقنا ان احنا نرفع الدعوه مباشره على المالك وعلى المستغل، ويدخل فيها الحي الوحده الاداريه، لان هنا الضرر حتى لو هو مالك صحيح. بس انا بوجه الرساله، انا قصدي اوجهها بس عشان ايه مالك. يعني الرساله تكون واضحه، لان احنا ان شاء الله يكون لينا الملكية على موضوع الحسينيات الشيعيه، هيكون ليها توجيه معانا ان شاء الله، وهنوضح ان هم فاكرين عمليه. طبعا ليك حق، كل واحد له حق ان يمارس شعائره الدينيه بما يعين له، ولكن بما لا يستطيل علي وعلى شريعتي وعلى ديني، ويتجاوز حقوقي انا في الحقوق الطبيعيه، ويتجاوز وفي نوع من السفور والتجاوز في حق اهل السنه والمسلمين في بلدهم مصر. تمام. ولذلك احنا هنا العلاقه لا تمتد ولا تناقش في المثل اللي سعادتك قلته، حكايه الملك والايجار والمستغل. لا، انا هنا بحافظ على النظام العام المجتمع. لو عقار بقى من العقارات دي بيدار فيه مثلا حاجه زي زواج المتعه، نفسك ده يبقى اسمه ايه بقى؟ ده هنا برضه نفسك انت النهارده بتعاني من مخالفه الاداب. برضه انت هنا بره بقى مستاجر مالك ماشي في الشارع، انت حسبه لله ان ترفع الدعوه. صحيح. وانك تمنع هذا النظام، تمنع هذا النشاط، تمنع هذا العبث. ويريد كل واحد فينا ينفض عن نفسه هذا الكسل والتكاسل. كثيرا ما ارى ناس تتقي شر من يدير هذه الأماكن، لأنه بيديهم الشر ولديهم أدرعة من الشر. سواء كانت أدرعة اتصال كاملة بمسؤولين أو شياطين من الإنس يحمونهم. تمام. ولذلك احنا في العصر الجديد يجب أن نناهض كل فساد حتى تنهض مصر. كل واحد بيدار نشاط مخالف نظام العام والأداب يا ريت هذه دعوة. يعني واحد وبيعتقد انه في ملكه بيمارس نوع من انواع الشعر، لا طالما استطال هذا الفعل المخالف والمجافي للقانون او القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية من باب اولى، يعتبر هذا الفعل مخالف للقانون، لانه قاعدة مخالفة للقواعد الشرعية، مخالفة للقواعد القانونية، مخالفة للنظام العام والاداب. حتى لو هنا نبتدي بقى نص البلد. هنا نبتدي بالظبط، حتى لو هو مالك نص البلد، هنا نبتدي بقى ندور على النصوص القانونية اللي تجرم فعله واللي تصادر ايه ملكه. صح كده؟ طبعا. ده اخر الختام اللي هقوله النهارده، وان شاء الله الحلقات الجايه هنوضح فيها ازاي نجرم الفعل وازاي نصادر الملك باذن الله. ان شاء الله باذن الله في هذا الامر تحديدا. في نهايه هذه الحلقه بشكر استاذي المستشار سعد الدين عبد ربه على تشريفه معانا وعلى المعلومات القيمه اللي احنا استفدنا من سيادته منها، وبشكر حضراتكم وعلى اكون امل ان كنا قدمنا معلومه مفيده لحضراتكم. على وعد بلقاء ان شاء الله يوم الخميس القادم، انتظرونا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.